ارتبطت فكرة النجومية بوجود أربعة أركان. أولاً وجود القدوة أو الشخص المتميز في مجال يهم الجماهير وله تأثير مباشر عليهم. الأمر الثاني وجود إعلام جماعي يحقق هذا التأثير وبه تتحقق يعني وجود النجومية عند الإنسان. تحقق هذا طبعاً وزاد بوجود السينما والإذاعة والتلفزيون والصحافة في القرن الماضي، ثم طبعاً في هذا القرن بشبكات التواصل الاجتماعي. أمر آخر ضروري للنجومية هو وجود جمهور، بالإضافة إلى القدوة أو التميز والإعلام، وجود جمهور يتأثر يتابع النجم. ويمكن قياس على فكرة هذه المؤشرات مدى قبول النجم وردات فعل الجمهور تجاه نشاط النجم، هذا اليوم كله يقاس. والأمر الرابع هو وجود نشاط اقتصادي واستثماري يقوم على صناعة النجومية ويستفيد منها. هكذا قالوا هي الأركان الأربعة التي تأسست واكتملت من عام 1910.